البحث عن وحيد القرن والتقاطه مهمة ترهق حماة الحياة البرية في محمية كروغر في جنوب إفريقيا. فالصيادون لم يتركوا خيارا أمامهم سوى تخليص هذه الحيوانات البريئة من السبب الرئيس وراء اصطيادها وقتلها. في محمية كروغر أزلنا قرون جميع حيوانات وحيد القرن الذكور والإناث وحتى العجول بسبب ارتفاع مستوى التهديد لدينا. سنبقي الصغار مع أمهاتها رثما تنمو قرونها ونزيلها حفاظا على سلامتها. قيود الإغلاق عرقلت السفر والتنقلات وقل نشاط دوريات مكافحة الصيد الجائر. العصابات وجدت فيها فرصة سانحة لتكثيف نشاطها الإجرامي، أمر استوجب التحرك السريع لحماة الحياة البرية. منذ تخفيف القيود على السفر والإغلاق شهدت هذه المحمية الطبيعية وخاصة منتزه كروغر الوطني ارتفاعا كبيرا في حوادث الصيد الجائر لحيوان وحيد القرن. وحيد القرن مستهدف من قبل عصابات دولية تهرب قرونها غالبا إلى الصين وفيتنام، فهي سلعة باهظة الثمن. بمسدس مخدر يطلقون عليها قبل أن يتم استئصال قرونها وتترك لتنزف حتى الموت. هكذا تجنى أرباح المهربين على حساب حياة وحيد القرن المهدد بالانقراض.